باسمك اللهم نبدا وعليك نتوكل ومنك يا ربنا دائما طلب السداد والتوفيق والنجاح ايها المشاهدين والمتابعين في كل مكان وزمان احييكم وأرحب بكم وأجدد بكم الترحيب في هذا المهرجان الغالي على قلوب الجميع مهرجان سيف أمير البلاد المفدى أطال الله في عمره وجعله ذخرا وسندا لنا يا رب العالمين حيث نشاهد وياكم هذا الكم الهائل من الأسماء الكبيرة والشعارات المثيرة التي تحضر وتت تواجد بين اركان واقطاب بهذا الميدان فمرحبا بمن حضر وتواجد وعنا الى هذا المهرجان الكبير المهرجان الغالي على قلوب الجميع ينطلق بحفظ الله تعالى ورعايته شوطنا العاشر للجذاع الابكار والمسافه الا وهي ستة كيلومترات ما تفصلنا عن الناموس وما تفصلنا عن الانتصار اسير بحضراتكم نحو البداية الأولى ونحو الانطلاق الأول لنرى من تنطلق الواعي أحمد بن حران بن حمد بن حميدان الفلاسي من ينطلق ويندفع على المركز الاول او عفوا العابره العثه بن خزع بن العثه الهركي العامري من ينطلق على المركز الاول بينما ثاني الاسماء القدوم الوصول من قبل مهمه عبد الله بن راشد بن سيف الجفال النعيمي بينما ثالث الاسماء القادم والواصل من الجانب الاخر اللي واصل في هذه اللحظات ارصد لي يا مخرجنا هذا الاسم الذي واصل على المركز الثالث تنطلق عجائب عبد الله بن حمود بن ثعلوب بن سالم الدرعي من ينطلق ويتقدم على المركز الثالث بينما رابع الاسماء رابع القادمين والواصلين يصل ويتقدم مالك العفريت راشد بن مطر بن سعيد بن مطر المريخي من ينطلق على المركز الرابع وخومس الاسماء من يصل ويتواجد في هذه الخماسية المثيرة والملية بالندية والحماس اللي قادم وواصل في هذه اللحظات يصل مالك بشاير ناصر بن محمد بن ناصر المريزيق المري في هذه اللحظات يتقدم بتحديات بشاير 재미 <laughs> هكذا مشاهدينا الاعزاء متابعينا الافاضل اعلنا على مسامعكم الخمس المراكز الاولى المتقدمه نداءنا الاول ومن هنا تحول انتصفت المسافه ما تبقى الا نصها يا مالك العابره روح حول الناموس روح ان لم يكن راي اخر للمشاركين تنطلق العب العابنا بتحديات العثة خزع بن العثة الهركي العامري. بتحديات العابرة على المركز الأول بينما القدوم والوصول من قبل عجايب الله يا بن ثعلوب عبد الله بن حمود بن ثعلوب الدرعي من يصل من يتقدم على المركز الثاني بينما من يقرع طبول التحدي في هذه اللحظات ويتقدم ويتجاوز مالك العبية سعيد بن سهيل بن علي اليبهوني الظاهري من يصل ويتقدم على المركز الثاني بينما ثالث الاسماء تصل وتتقدم بشاير ناصر بن محمد بن ناصر المريزيق المري وكذلك القدوم والوصول من قبل هنالك عجايب الله يا بن ثعلوب عبد الله بن حمود بن ثعلوب الدرعي بينما خامس الاسماء وصلت الشعارات الكبيرة سيل جارف من هذه الاسماء الرنانة الله يا هذا القدوم الله يا هذا الدحمول يصل ويتقدم في هذا اللحظات يصل شعار الغفراني صنف بتحديات عبد الهادي بن راشد الغفراني المري من يصل من يتواجد الله يا هذا القدوم والوصول الاسماء والشعارات تطالب بالناموس كما تطالب يا مالك هنالك العابره الله يا مالك العابره العثه بخزع ابن العثه الهرك العامري لازال زال مستلما لزمام الامور ولكن ولكن اللي قادم شعار الغفراني عبد الهادي بن راشد بن عبد الهادي الغفراني المري بتحديات صنف والقدوم والوصول من قبل الظبي شعارك يا الدرعي محمد بن علي بن سعيد بن السبع الدرعي وصلت الاسماء الكبيره وصلت الاسماء الرنانه الله 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 فطاحلة التضمير حاضرين في هذا الشوط من أجل البقاء والبقاء للأقوياء ولا زالت العابرة مستلمة ومتحكمة بزمام الأمور روح يا الدرعي روح بتحديات ولكن عفوا العابرة العثة بخزع ابن العثة الهرك العامري ينطلق والعصا قوس والكيلومتر الأخير الكيلومتر الخطير كيلو ما بعد كيلو يا بن العثة روح للناموس روح ولكن الأسماء الأسماء تحاول وتناور في هذه اللحظات والأمتار الأخيرة الأمتار الحاسمة والمجنونة يا برد اعصابك يا برد اعصابك يا بن الهركي حرك وروح للناموس روح الله ولكن 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 وصلت الاسماء والشعارات وصلت في هذه اللحظات هنالك مالك صنف عبد الهادي بن راشد الغفراني المري والعابره العابره ولا صنف صنف ولا العابره ولكن الصدري هذا اسم الواصل الاسم الكبير وصلت صعبه اي والله صعبه يا الفلاحي سعيد بن احمد بن محمد بن دري الفلاحي ولكن الغفراني طار بالناموس طار بالانتصار مع الامتار الاخيره مع الامتار المثيره مع الامتار المجنونه أصمد, اصمد 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 يا الغفراني اصمد الله سلمت يمينك سلمت يمينك يا من قدم لنا هذه النادرة تهانينا والمبروك لمالك يصوم عبد الهادي بن راشد بن عبد الهادي الغفراني المري من قدم لنا هذه النادرة عند الامتار الاخيرة بينما ثاني الاسماء كان القادم الواصل لصعبة من قدمت الاداء التي تشكر عليه سعيد بن احمد بن محمد بن دري الفلاحي بينما ثلاث الاسماء كانت على المركز الثالث العابرة العثة بن خزع بن العثة بن هركي العامري ورابع الاسماء كانت على المركز الرابع ضبي محمد بن علي بن سعيد بن السبع الدرعي وخامس الاسماء كانت على المركز الخامس الوسمية الدحبة من قنازل بن مسلم بن حمرور العامري من قدم لنا الوسمية التوقيت الزمني لحظة وصول صنف تسع دقائق عشر ثواني وثمانية وتسعين جزءاً